بسم الله الحمد لله، ربنا ثبت أقدامنا على توحيدك وزينا بمحبتك. آمين يا حبيبي من الأول. سبحان إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والوضعية اللي الكافرين والمنافقين والملحدين سيكونوا معنيين بهذه الوضعية المستحيلة. أشقى في قوة ربي في ذلك الشأن، وكذلك نجزي المجرمين. يعني ربي يجعل أمامهم استحالة الدخول إلى الجنة. كان يستحيل عموما أن يمر الجمل في سم الخياط في عين الإبرة. عموما ربي قادر أن يوسع هاك الفتحة ديك في طرف الإبرة، وإلا يضغط على الجمل حتى يتقلص حجمه واللي يسمح له بالمرور من خلال خيط الإبرة. لكن عموما ربي يقصد أن الناس هذوما ما يفرحوش بالجنة ولا يشمون ريحتها، وهذا ما فصله نبينا عليه الصلاة والسلام في حق الظالمين، صفة كديمة بغير حق الزنات المثليين وغيرهم. قال زيد راو ما تجموش تدخل الجنة إلا ما يولي حكم ربي للجمل والإبرة عكس ما هما عليه. أسأل الله حسن الخاتمة.